الموضوع اللي نتكلم فيه بعد كده بقى اللي هو التيرم سيمبلز. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده اللي هو التيرم سيمبلز. طيب التيرم سيمبلز دي بالظبط كده، لو انا بتكلم على الاكسايتد ستيت مثلا بتاعه الهيليوم. الهيليوم انا خدت الكترون من ال 1 اس، وكان 1 اس 2، خدت 1 الكترون من ال 1 اس وديته لل 2 اس، فاصبح عندي هنا 2 الكترونز اهو موجودين سيبريتد. بس الاثنين دول ما they don't have او الستيت دي does not have the same energy. هيكون في عندي وسيلتين للاتحاد بين الالكترونز دي وبعضها، اللي احنا فيما بعد سميناهم لو كان السبينز زي بعضها، او لو كانت السبينز اوبوزيت لبعضها وسميناهم السنجلت والتريبلت. يبقى اذا دلوقتي الجراوند ستيت اوكي، ها ده اللي هو ال1 اس 2 اوكي، انما الاكسايتد ستيت بتاعتها هتلاقي عندك حاجتين اتنين، في عندك ال1 اس 1، هما الاثنين 1 اس 1 2 اس 1، هما الاثنين يعني، يبقى 1 اس 1 1 اس 1 اهون، و2 اس 1 برضك ال2 اس 1 اوكي، وده زيها بالظبط 1 اس 1 و2 اس 1، بس واحده منهم هنقول مثلا في التريبلت ستيت، واحده في الاكسايتد ستيت. اذا في السنجل ستيت، واحده في التريبلت ستيت. اذا عندي الاكسايتد ستيت حاجتين اتنين اهو مختلفتين في الانرجي، فهم عاوزين يحطوا بقى حاجه ايه تميز الكلام ده، يعني ما يبقاش بس الاكسايتد ستيت 1 اس 1 2 اس 1 وخلاص وفول ستوب يعني. فعاوزين حاجه بقى ايه نقدر نكتب دي ان ايه ودي ان ايه بالظبط. فراحوا لي الموضوع اللي احنا بنسميه التيرم سيمبلز. التيرم سيمبلز طبعا انتوا هتعملوا الريسيرش بتاعكم وهتتعاملوا مع حاجات كتيره جدا في هذا المجال. وهتشوف دلوقتي حكايه الستيتس دي والكلام ده، عشان يعني بتبقى تعمل كونفيوجن شويه. فقال لك والله احنا هنجمع ايه؟ هنجمع الاتي. هكتب الستيت اللي عندي دي في الصوره دي. يعني عاوز رمز كده اوصل منه المعلومات يعني. فالرمز اللي احنا هنقول عليه 2 اس زائد 1، ده اللي انا هسميها المالتيبلستي التعداديه اللي احنا خدناها قبل كده. احنا خدنا المالتيبلستي بس احنا كنا مسمينها جي، وانا قلت لكم هنسميها ام عشان الموضوع ده بالذات يعني. يعني في ناس سماها جي وناس سماها ام. الكلام الصح ان احنا نسميها ام، اللي هو المالتيبلستي جاي من ام يعني المالتيبلستي، اللي هو بتساوي 2 اس زائد 1. ده اللي هو فوق 2 كابيتال اس اهو زائد 1. ده بتدي التعداديه او ايه المالتيبلستي ام. يبقى ده الترم ده. وطبعا هنشوف التوتال سبين اللي موجود عندي في السيستم اللي عندي، ومنه اجيب المالتيبلست. وبعدين ال ده من كلمه لتر، هنشوف ايه حكايه الليتر دي. يعني بالظبط لو ال إيه دي كانت زيرو فهنديها ليتر اس، زي بالظبط ما كنا بنتكلم في الاوربيتالز. طب لو كانت ال ال دي بواحد بي جاي من الحاجه الطائفيه اللي هو البرنسبل يعني. طب لو كانت اتنين هسميها دي، بس انا هكتب خلي بالك بقى ال دي والكلام ده كله هكتبه كابيتال، مش زي الاتوميك، مش زي الاتوم اللي احنا بنتكلم عليها. طب لو كان 3 اس دي وبعدين اف وبعدين 4 يبقى جي، لو كانت قيمتها 4 يبقى دي انا هتاخد لتر جي، يبقى ال 4 لتر. ودي بتيجي من الاوربيتال مومنتم او الاوربيتال كوانتم نمبرز، بجمعها مع بعضها بطريقه معينه وتديني ال ال دي. طب الجي دي احنا هنشوف بقى موضوع دلوقتي، يعني ايه هي الجي برضك هنشوفها في الشغل بتاعنا. يبقى اذا دلوقتي لو انا كتبت دول يبقى انا ممكن اصف في الحاله اللي عندي بطريقه ما. اوكي، اول حاجه ناخدها بقى حاجه كده، اللي هو الموضوع اللي على الشمال ده اللي فوق، اللي هو المالتيبلستي، قلنا ده التوتال سبين،
وانا المحدده دي معناها ان انا باخد النيوميريكال فاليو، باخد القيمه العدديه، القيمه العدديه. لان الاس ده سواء اس بالموجب او بالسالب ما يهمنيش الكلام ده، فاحنا بناخد الايه القيمه العدديه في هذه الحاله. اوكي، فده اللي سماه المالتيبلستي. فلو كانت هي واحد سميناها سنجل زي ما انت عارف، اثنين دبلت، ثلاثه تريبلت، كورتت، كونتت، سكستت، سبتت، اوكتت، نونت، ده لو احنا بنتكلم على ايه هاير مالتيبلسيتيز يعني. يبقى اذا ده هي هتساوي المجموع، باختصار كده المجموع بتاع السمول اس، السبين كوانتم نمبرز الموجوده. نيجي بقى للحرف ال. ال ده باختصار كده هو مجموع اللي هو الاوربيتال كوانتم نمبر، اوربيتال كوانتم نمبر اللي عندي. يعني الالكترون مثلا في البي، البي ده ممكن فيها ايه اللي بتساوي موجب واحد، وايه اللي بتساوي زيرو، وايه اللي بتساوي سالب واحد. اوكي، فلو احنا بنتكلم على الـ كم الكترون في اللي هي موجب واحد، وكم الكترون في الزيرو، وكم الكترون في السالب واحد، المجموع ال ده اللي هو كابيتال ال. اذا حددت انا كابيتال ال يبقى حددت الليتر ده انا هتكلم عليه، اللي هو اللي في الوسط ده اللي بقى الليتر. يبقى انا هكتب بقى المالتيبلستي في الشمال، وبعدين فيه ليتر اهو هختاره بناء على الاوربيتال كوانتم نمبر اللي احنا بنتكلم عليه. اوكي، بعد كده يجي بقى الجي. الجي بقى كومباينيشن بحاجتين اتنين، بين الاس اللي هو التوتال سبين اللي عندك ده، توتال سبين كوانتم نمبرز، والاوربيتال كوانتم نمبرز اللي هو ال ال الاوربيتال كوانتم نمبرز اللي هو ال ال ده. الكومباينيشن ده اللي هيدينا الجي. فالجي بتاخد القيم من ال بلس اس الى ال، وبعدين ال بلس اس ماينس 1، ال بلس اس ماينس 2، بس الليميت بتاعتي اللي هو ال ماينس اس لغايه ما اوصل للقيمه ال ماينس اس. يعني اذا حصلت القيمه ماينس ال ماينس اس زي ما نشوف دلوقتي، ال ماينس اس في الوسط، بنتوقف عند كده، ما بنكملش بقى ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 كده، لا، ده الليميت بتاعتها. وطبعا ما بتكلم هنا، بتكلم برضك على الديتيرمنت دي، يعني بتكلم على ايه؟ على النيوميريكال نمبرز اللي احنا بنتكلم عليه. طيب هو مقسم بقى الانرجيز بتاع السيستم دي على حاجات معينه. ايه بالظبط بقى؟ ان لو انا بتكلم على بشوف الانرجي بتاع السيستم، فالمالتيبلسيتي اعلى قيمه وكل لور انرجي. واضح ان انا لو جيت المالتيبلسيتي 3 يعني تريبلت يعني، وفي مالتيبلسيتي 1، المالتيبلسيتي 3 دي لها طاقه اقل. فعشان كده ده قاعده موجوده هي، ان انا اقول لك ان كل ما كانت القيمه بتاعت المالتيبلسيتي عاليه هيكون القيمه بتاعت الايه الانرجي اقل. الحاجه الثانيه، لو احنا بنتكلم على الفاليوز بتاع ال برضك هتلاقي نفس الحكايه. هتلاقي كل ما كان الليتر اللي عندك ده هاير هيكون الطاقه بتاعته اقل من الليتر اللي هو الاقل، اللي هو يعني زي الاس بس. يعني الاس عاده لو اتحدوا في المالتيبلستي يبقى الاس طاقتها اعلى من الدي. يبقى اذا برضك كل ما دي زادت هيا كل ما الانرجي اقل. يبقى المالتيبلست كل ما زادت القيمه كل ما الانرجي اقل، وال اللي هو الليتر ال اللي هو السيمبل بتاعه يعني، كل برضك ما زاد في القيمه كل ما الانرجي بتاعته اقل. حال الاتحاد في ايه؟ في المالتيبلست. لو خدت انا بقى التو بوينتس دول نشوف برضك هنا حاجه مهمه، ان لو كان عندك بقى الجي، نبدا نتكلم على الجي بقى. الجي هنشوف لو احنا عندك هاف فول او هافول او اقل منها، السبشن هافول او جريتر ذان، يبقى الهايست جي كورسبوندس تو لوست انرجي. ماشيه مع بقيه السيستمز برضك، الهايست ماشيه كده. لو عندك بقى ليس ذان هافول اللي هو الاوربيتالز عندك ليس ذان هافول، يبقى العكس بقى، يبقى اللوست جي هي اللي لها هاير انرجي. وده احنا نشوفه براكتس احسن بدل ما نتكلم ايه غيابي كده. ده سمري بالحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. حكايه اللي هو الام دي، كل ما زادت القيمه كل ما قلت الطاقه. ال كل ما زادت القيمه كل ما قلت الطاقه. وبعدين الجي لها حالتين اتنين،
اذا كانت هي اكبر من او تساوي الهاف فول، فكل ما زادت الانرجي. قال الطاقه زي ما ماشي بيت السيستم، لو كانت اقل من هاف فول بقى ده كل ما زادت، كل ما قلت الطاقه كل ما قلت الانرجي، مش كل ما زادت الطاقه. طيب انا جايب لك هنا بالظبط كده، رغم انها حاجه ايه يعني اليمنتري قوي، يعني حاجه بدائيه شويه، انما مهمه جدا. ليه بقى؟ عشان توزيع الكتروني. يعني لو انت عندك اتوم وعاوز تشتغل عليها صح، بقى لازم توزعها الكترونيا صح. ففي المرحله الثانويه، عشان بعضكم يعني هيدرس لاخوه ولا حاجه، عامل هو طريقه الزجزاج مش كده، ويقول لك والله تملى المدارات كده بطريقه الزجزاج دي، فلو في واحد خرم شويه كده فيها ممكن يغلط. هو الجورنال اوف كيميكال اديوكيشن عامله الطريقه دي عشان الملء بتاع المدارات بطريقه ما تغلطش فيه، بطريقه ما تغلطش فيه. الجورنال اوف كيميكال اديوكيشن مال لغايه هنا، يعني هو بالظبط عامل هنا خانه كمان اهي، يعني عامل دي هنا خانه يعني انا لقيت ما ازود هنا خانه يبقى افضل. والخانات دي موجوده برضه، يعني بتتمال في الجدول الدوري. فالافضل ان هو عدد من الخانات اللي هو ده، يعني المهم سيفن روز، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 8 كولومز و7 روز. 7 روز هاجي على الدياجونال بقى، المحور، محور وهامله فيه 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 اس 7 اس. طيب ال1 اس فيها بعدها ايه؟ مفيش بعدها حاجه. في الصاب شيل ده مفيش بعده حاجه، هو نفسه شيل. طيب لو انا بقول لك على ال2 اس بقى جنبه 2 بي، طب ال 3 اس جنبه 3 بي و 3 دي، ال 4 اس 4 اس و 4 بي و 4 دي و 4 اف، 5 اس 5 اس 5 بي 5 دي 5 اف، فكمل كده 6 اس 6 اس 6 بي 6 دي 7 اس 7 بي. والجدول الدوري ما بيملاش اكتر من كده، ده اخر اليمنت في الجدول الدوري رايح لغايه 7 بي. طب هتعمل ايه بعد كده بقى؟ لو انت عندك عاوز تعمل فيننج للالكترونز، طبعا كلنا عارفين الاس ده بتاخد 2، البي بتاخد 6، والدي بتاخد 10، والاف بتاخد 14. فانا عندي عدد من الالكترونات، اقوم جاي مالي الاول ده خلص، اقوم جاي ناقل على اللي بعده كله من اللي بعده، خلص اقوم ناقل على كله من اللي بعده، خلص ده اقوم ناقل على كله من اللي بعده، وهكذا. عشان وانت بتعرف اخوك طريقه مبسطه جدا بحيث ما يغلطش ولا يروحش بقى زجزاج يروح حاجه تانية ولا بتاع. فده التوزيع الالكتروني، عشان انت هتحتاج توزيع الالكترون ده، رغم ان هو بدائي وحاجه يعني للطلبه كده، بس بنحتاجه عشان اشتغل على الحاجات بتاعتي اللي انا ايه عندي صح يعني. طب نيجي ناخد بقى اكزامبل بقى. انا اقول لك بقى والله الترم سيمبل مثلا بتاع ال 1 اس 1 ستيت فور هيدروجين، عاوز الترم سيمبل بتاعها. اول حاجه اعملها هحسب السبين، السبين توتال سبين كابيتال اس يعني. فانا عندي 1 الكترون في السبين بتاعه هاف، لان باخد النيوميريكال فاليو بغض النظر عن الاشاره. المالتبلستي 2 اللي هو كابيتال ام اللي بكتبها فوق، 2 في نص زائد 1 يساوي 2، فعشان كده هكتب 2 اللي هو المالتبلستي 2. اوكي. طب انا عندي بقى اللي هو الاوربيتال كوانتم نمبرز، عندي كل المدار هنا من نوع اس، يعني ايه اللي فيه بتساوي زيرو، فاذا التوتال ايه اللي بتساوي زيرو، لانه انا بتكلم على حلقه الكترونيه فيها الكترون واحد بس فاس بس، فعشان كده هتكون دي كابيتال اس اللي هو زي ما اتفقنا دلوقتي الايه التوتال الليتر ال يساوي زيرو، لان هو مجموع السمول ال، والسمول ال هنا زيرو، يبقى هنا زيرو. فال ال بتساوي زيرو دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن الاس. نيجي بقى الجي، الجي طيب الجي ده بقى ده عندك هنا بيساوي ال جي بتساوي ال زائد اس، وبعدين ال زائد اس سالب واحد والكلام ده. اجي انا اقول ال زائد اس، ال زيرو ودي النص، يبقى دي هاف، عشان كده هكتب هنا 2 اس هاف، يبقى هكتب هنا هاف وده بالظبط اللي هو التيرم سيمبل في حاله الايه؟ التيرم سيمبل في حاله الهيدروجين اتوم اللي احنا بنتكلم عليه. بنقراها ازاي بقى؟ بكتبها 2 اس هون بسميها ريز دبلت دبلت اس هاف، دبلت اس هاف اللي هو قدامنا ده التيرم سيمبل بتاع الايه؟ ذره الهيدروجين اللي هي في الجراوند ستيت بتاعتنا.
طب نيجي ناخد مثال تاني، هناخد مثلا الهيليوم اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، هيليوم بس هتكلم على الاكسايتد ستيت بتاعته، ال 1s 1 2s 1. احسن حاجه ان انا اكتب المدارات، فال 1s 1 او للاسف دي 1، دي غلط عندنا، ادي 1 اهي مش 2، لان عندي 1 الكترون في ال 1s والاثنين اس في 1 الكترون، ده 1 الكترون وده 1 الكترون. المهم ال 2 سبينز هنا طالما في الكترون بيدخل مدار لاول مره بيدخل بماكسيمم سبين اللي هو بوزيتيف هاف، فعشان كده التوتال اس هتساوي 1. التوتال اس قلنا تساوي ايه؟ دي هحتاجها في حاجتين اتنين بقى، واحده منهم ان انا احسب المالتيبلستي، يبقى 2 في 1 زائد 1، 2 في التوتال سبين زائد 1 يساوي كده يساوي 3. يعني معنى ذلك هقول ان ده تريبلت، عشان كده الحاله دي هكتب 3 فوق هنا. طيب نيجي بقى للاوربيتال كوانتم نمبر. الاوربيتال كوانتم نمبر عندي 1 الكترون في ال L فيه بتساوي 0، فعشان هنا بكتبها بقى L 1 في 0 يعني ب 0، و1 الكترون موجود في ال L برضك بتساوي 0 اللي هم الاثنين من نوع S يعني، يبقى 0 زائد 0 اللي هو ايه كده. طيب لما اكون الكابيتال L بتساوي 0 الليتر L ده اللي بديله السيمبل ايه؟ S. يبقى انا هكتب هنا S اللي هو السيمبل S. اوكي، وبعدين جي بقى بتساوي ال زائد اس، طلعت 1. طب اذا وفي ال زائد اس ناقص 1 هتبقى 0، فعشان كده هكتب ده ال زائد اس 1 اهو. وفي حاله ثانيه اللي هو 3 اللي هو الجي بقى الثانيه 3 اس اهو، وهكتب هنا 0. طيب واضح ان دول متساويين في كل حاجه، ده زي ده زي ده والاس زي الاس. اذا الجي هنا هو الموجود عندي هنا ده اللي هو الجي، واضح ان هنا اعلى القيمه اللي هي الاعلى دي، فالقيمه الاعلى دي اللي هي بتكون لها لور انرجي. وباجي بقى اقول ان التوتال الديجنرسي بقى كلمه ديجنرسي هاو ميني ليفلز اوف ذا سيم انرجي، فده بيساوي ليه قانون اهو بيساوي 2 جي زائد 1، 2 جي زائد 1. فاجي اشوف الديجنرسي في الحالتين الاثنين دول، هتلاقي الديجنرسي هنا 3 في ده 3، ليه؟ 2 في 1 زائد 1 بيساوي 3، وده 2 في 0 زائد 1 بيساوي 1 بس، يبقى هنا ده 1، ديجنرسي هنا 1، وديجنرسي هنا 3، اللي احنا كنا بنسميهم سنجل ستيت تريبلت. degeneracy how many energy levels of the same energy في الحاله دي يعني. فده اللي احنا بالظبط سميناها اللي هو التو ستيتس اللي قدامك دول، ده يبقى الستيت اللي هو 3 اس 0 ده اللي يعتبر السنجل ستيت بتاع الهيليوم، وال 3 اس اللي هو تريبلت اس 1 ده يعتبر اللي هو الايه التريبلت ستيت في هذه الحاله. طيب لو احنا خدنا بقى مثلا مثال على الايودين، هندخل بقى في حاجات كبيره شويه. ايودين الايودين التوزيع الالكتروني بتاعه فيه كريبتون وفي 4d10، ال4d10 دي بنسقطها من الحساب ما بقاش لها افكت معانا خالص الشغل ده، بس يعني هيبقى عندنا الحالتين الاثنين دول اللي هو الشيل ده على اساس ده صاب شيل، والصاب شيل ده فيه عدد من الالكترونات يعني. فهقول الله عندي ال 5s فيه 2 الكترونز، ال 5b فيه 5 الكترونز، ال 5b بقى فيهم ال L values اللي تحت دي. يعني انا بقول لك ان ال B orbital هو ثلاث قيم، ليه؟ بياخد قيم من minus L ل plus L، minus L plus L including 0 مرور بالصفر، فعشان كده في minus 1 و 0 كده، عشان في ثلاث orbitals اللي هو اللي بنكون بنسميهم ال BX وال BY وال BZ. فهنا بالظبط كده ال L هنا بتساوي موجب 1. فهاجي اعمل ايه بقى الاتي؟ هاجي اشوف التوتال سبين عندي هنا كام؟ كل الالكترونات دي مزدوجه ما عدا الكترون واحد بس اهون، يبقى اذا التوتال سبين هنا اس بيساوي هاف. الهاف دي انا هتساعدني في حاجتين اتنين. هحتاج الاتس دي فيما بعد وانا بجيب الجي، والموضوع التاني هحسب منها المالتيبلست. يبقى 2 في نص زائد 1 بيساوي 2. فعشان كده هسمي الايودين ده في الدبلت ستيت، هكتب الايودين
يبقى في الدبل ديجيت يعني. طيب نشوف بقى ال ال بتاعته الاول. ال ال بقى عندنا الاتي، ال ال عندنا 2 في صفر، لان ال ال هنا بصفر، وبعدين 2 في موجب واحد، خلي بالك مع او يعني موجب واحد زائد موجب واحد، عندي 2 الكترونز هون في موجب واحد، يبقى الاس هون في 0 0، وبعدين زائد البي في عندي موجب واحد وموجب واحد اللي هما في اللي هو في الاولاني ده، وبعدين 0 0 2 اهو في 0، وبعدين في واحد في سالب واحد، هجمع دول كلهم مع بعضهم اهو عشان اجيب التوتال ال، هتطلع بواحد. إذن كابيتال ال تساوي واحد، يبقى انا بتكلم على بي، بتكلم مش عندنا الاس والليتر اللي هو مكانة القيمه بتاعه الكابيتال ال تساوي واحد، ده لو رمز بي. طب هكتب فوق هنا ايه دبلت، يبقى عندي هنا فوق 2 اللي هو المالتيبلسيتي قدامها، ادي المالتيبلسيتي. اوكي، وبعدين بقى نيجي للجي بقى. الجي عندك ال زائد اس اللي عندي بواحد، واس اللي احنا كلنا جايبينها من فوق كده، يبقى في بتاع ده ونص يعني، اللي هو 3 على 2، فاكتب واحده منهم 3 بي، ودي 3 على 2، ادي واحده منهم. والثانيه بقى الجي الثانيه اللي هو ما مطرح منها واحده تبقى لي نص، يبقى عندك هنا دبلت بي دبلت بي هاف. طيب احنا عشان ده مور ذان هاف فول، اللي هو الموجود عندي طبعا ده مور ذان هاف فول، فبناء عليه هتلاقي الانرجي اللي عندك دي ده التو ستيتس الموجودين عندي اهون، هتلاقي عندي البي اللي هو الاكبر اللي هو 3 على 2 ده ليه لور انرجي، وده ليه هاير انرجي. وفعلا الايودين الحاله اللي هي المصاره في الليزر، في الايودين ليزر يعني، او الايودين ليزر اكشن، بيتم بين 2 بي هاف او دبلت دبلت بي هاف ودبلت بي 3 باي 2. ما كنا نحضر محاضرات دكتور رحمه زويل الله يرحمه ويكتب الكلام ده قدامنا، ينبهنا ان ده ستيت او تيرم سيمبلز، مش البي بتاعه اللي دي اللي هو البي والحاجات ده موضوع تاني، ده تيرم سيمبل اللي انا بكلمك عنه دلوقتي. ففعلا اللي هو في الايودين الليزر اكشن بيتم من الـ من السيديان الى السيديان، من واحده من هاير انرجي لور انرجي، والتوزيع الالكتروني فعلا بتاعهم بيكون بهذه الصوره. طيب طبعا بقى في هنا بقى حاجات برضك تانيه موجوده كتير، هي برضك مثال تاني اهون، لو احنا بنتكلم على التوزيع الالكتروني ده اللي هو 5s2 4D2. لما اقول لك 4D2 يعني الدي يعني الاول هحط الاس ال5S اهو ال5S. اوكي ال5S ده هتلاقي عندك فيه 2 الكترونز، واحد وواحد، الاثنين هم موجودين فيه. ال اللي فيه بتساوي كام؟ ده السمول ال فيه يعني سمول ال فيه بتساوي 0، عشان واحد سواء بنشتغل بعد كده. اوكي نيجي بقى للدي بقى، هتلاقي عندك دي موجب 2 وموجب 1 وزيرو وسالب 1 وسالب 2، ده بالظبط كده، يبقى ده موجب 2 اهو موجب 2. ما بقول لك موجب 2 ده اللي هو انرجي بيتملى الاول، لان ده مور ستيبل يعني، وبعدين بلس 1 بلس 1 وبعدين 0 وبعدين ماينس 1 وعندي هنا ماينس 2. انا بملى الالكترونات بقى، عندك دي فيها 2 فبحط واحد هنا اهو وواحد هنا، فطالما عندي 2 اهم برضك اللي هو الايه اللي هو التوتال سبين عندك اللي هو كابيتال اس هاف وهاف يساوي 1 مش كده؟ ده اذا المالتيبلسيتي هضرب 2 اس زائد 1 بيساوي 3، يبقى انا عندي ده هيكون فيه تريبلت هنا اهو تريبلت اهو، ده المالتيبلسيتي اللي فوق. طب عاوزين بقى نشوف اللي هو بقى ال اللي هو الليتر ال ده اللي احنا اتفقنا عليه، ده مجموع ال
مجموع الليل هتلاقي بقى، هتلاقي في عندك 2 في 1، لان فيها 2 الكترونز، 2 الكترون في ال ال 1 الكترون يعني في ال بيساوي 2 موجب 2، وفي 1 الكترون في ده، ودول كلهم ما فيش فيه الكترونات، اذا ده يكون عندي 3. اذا الكابيتال ال اللي هو السمشن بتاع السمول ال طبعا ده زيرو، كل ده زيرو بتاع الاس ده. فاذا الكابيتال ال بتساوي 3 اهي، يبقى السيمبل اللي هاخده بقى في الحاله دي ايه؟ اللي هو الاف. يبقى انا الترم سيمبل اللي مكتوب هنا اللي هو كابيتال اف اهو. اوكي. بعد كده هنيجي بقى نشوف القيم بقى بتاعت ايه؟ بتاعت الجي. الجي اتفقنا دلوقتي انها هتاخد القيم بلس ال بلس اس الى ال ماينس اس، خلاص اللي قدامك دي. بس ده الليميت بتاعتي، يعني مش هقدر انقص بعد كده بعد القيم دي. فعشان هكتب بقى ال بلس اس اللي هو 4، وال بلس اس ماينس 1 اللي هو 3، وال المفروض بلس اس ماينس 2 اللي هو تطلع 2. طب ال ماينس اس بكام بقى؟ ال ماينس اس نفسها الاس هنا عندي بواحد، والكابيتال ال كانت ب3، يبقى اذا هتبقى 2. فعشان كده لن اتعدى هذه القيمه، عشان ما حدش يقعد يكمل لي بقى هنا 1 و0 والكلام ده كله، ما يحصلش الكلام ده. الليمت عندك اللي هو ال ماينس اس يصب هير، اتوقف هنا. اذا في عندي ال 4 اف بقى، ممكن 4 اف 4 و سوري تريبلت اف 4 وتريبلت اف 3 وتريبلت اف 3 اف 2 تريبلت اف 2. ده بالظبط اللي هو الايه الحالات الموجوده في الايه الكيس اللي قدامي، اللي هي الترم سيمبل بتاع اللي قدامي ده. شو ده التوزيع الالكتروني بتاع اي واحد فيهم، ده الترم اللي قدامي ده الافيلابل اهو. ما بكتبش بقى اف 1 واف 2 كده ليه؟ لان الليمت بتاعتي اللي هو ال ايه طيب ناخد بقى الزامبل برضه كده، معلش. عندنا الكروميوم اهو، الكروميوم بقى فيه 4s1، انت عارف التوزيع الالكتروني اللي هو الكوانتم اكسشينج برنسبل، بيبقى عندي ممكن دي هاف فيلد، بيبقى النمبر اوف اكسشينج هنا 10، فبناء عليه ده الاستيبل كونفجريشن يعني. ف ودي قدامي اهم، فالمهم في كل واحد من دول يكون فيه 1 الكترون، ده فيه 1 الكترون وده فيه 1 الكترون وهكذا، كل ده 1 الكترون 1 الكترون اهو، وده 1 الكترون وده 1 الكترون. اما نيجي نحسب قيمه ال ال بقى، كل دول هيضيعوا بعض، لان الماينس 2 دي هتضيع الماينس البلس 2 دي، والماينس 1 ده هتضيع الماينس 1 دي، وتبقى لك 0 هنا اهو موجود. اذا ده كله ولا يهمنا في اي حاجه خالص، اللي هو الهاف فيلد دي اوربيتال ده مش هيساهم معانا خالص في قيمه ال ال، قيمه ال ال هتاخد فقط اللي هو بتاعه الاس دي. ففعلا ال ال هي انها هتبقى زيرو، ال ال كابيتال ال تساوي زيرو اللي احنا كنا بنسميها الاس. اوكي طيب نيجي هنا بقى ل هاو ميني الكترونز بقى موجودين في اللي هو التوتال سولر التوتال سبين اللي هو الاس يعني يساوي 3، والمالتيبلستي 2 في 3 زائد 1 بيساوي كده، فعشان ده سبتت سماها سبتت، فهكتب هنا 7، يبقى 7 اس 7 اس. وبعدين نيجي بقى عشان الجي، الجي بقى هنلاقي الاتي في ال بلس اس اللي هو 3 زائد 0 الى ال ماينس اس، والاس عندك ماينس 3، والال دي بزيرو، يبقى 0 ماينس 3 بتطلع وتاخد المحدده بتاعتها تبقى 3. فعشان كده سواء دي 3 او دي 3، فبناخد القيمه فقط بتاعت ايه اللي هو يو هاف اونلي جي بيساوي فاليو بيساوي 3، وعشان كده بكتب هنا اللي هو هنا 3. ما بكتبش بقى حاجات ثانيه ليه؟ لان احنا قلنا بناخد القيم فروم ال بلس اس و ال ماينس اس. اوكي وال ال ماينس اس طلع 3 هنا، وال ال بلس اس طلع 3، فعشان كده يو هاف اونلي 1 فاليو
اللي هتبقى قدامك في هذه الحالة، وبناء عليه اللي هو التيرم سيمبل عندك اللي هو بيكون هذه الصورة. ده الموضوع بتاع تيرم سيمبلز، واتمنى تكونوا انتوا فاهمينه. ليه؟ لسبب ان في بعضكم هيتعامل طبعا في الانورجانيك كومباوندز والايونز والكلام ده كله، ويقول لك والله ده تيرم سيمبل. ايه هو التيرم سيمبل؟ المفروض انت بقى في المرحله اللي انت فيها دي انت كنت اوير بايه بهذا الموضوع. فنكتفي بالحته دي ان شاء الله، ولو لحد اسئله ولا حاجه حبيبي. حد له اسئله يا شباب؟ تمام يا دكتور. هو بالنسبه للاسئله في الجزء ده هتبقى عامله ازاي؟ والله ممكن اجيب لك مثال من الامثله دي تحليه. انا بس يهمني انت تعرف الاساس بتاع الموضوع ده برضك. تاني يعني عاوزين نقرا الحاجه ونفهمها بروح يعني حلوه، مش بتحدي ولا بتعقيد ولا باي حاجه خالص. انا مبدئيا يعني بنجح طلبه بتوع عاده يعني، بس نعمل اللي علينا ونكون بس الهدف منها. بس ما يصحش هو تيرم سيمبل يعني. هو لما بقول لك الدكتور احمد زويل بنبه على اساتذه كبار حاضرين المحاضره بتاعته، وانا كنت حاضر معاهم يعني، وقول لهم احنا بنتكلم دلوقتي على تيرم سيمبلز، ما صحش انتوا في المرحله بتاعتكم دي ما كنتوش عارفين ودوا مين باي تيرم سيمبلز يعني. فكون مثال من الامثله البسيطه دي جدا بحيث يعني نعرف انتم متجاوبين في هذا الموضوع. ماشي كده حبايبي؟ تمام. شكرا يا دكتور. هو حضرتك بالنسبه للامتحانات بتاعتنا هتبقى امتى؟ هو انت بتسأليني انا؟ انت سابع ضرب الكليه وجاي تسأليني؟ احنا مش عارفين، محدش عارف يدينا اجابه، فحضرتك لا يعني في ان شاء طبعا الله وكيل تفيدنا. الكليه. لا حبيبي في وكيل الكليه وفي طبعا العميد يعني، والناس يحبوكوا جدا جدا، فاسالوهم شوفوا الحاجات دي ايه، عشان انا ما اقدرش ادي مواعيد وتكون غلط يعني. فانت شوفوا حاجتكم ازاي ماشيه، وان شاء الله ربنا يوفقكم. وانا مبدئيا ماليش بركه الامتحان يعني، مش يسقط معايا حد الا واحد مصر على الصوت، وانا ما شكرا يا بحبش دكتور. ابدا طالب عندي يسقط يعني. ماشي حبايبي، شاكرين جدا. يا دكتور، هي دي اخر محاضرة ولا احنا لسه بقالنا جزء انتوا ايه كمان؟ رايكم؟ لا انا معاكم لغايه ما انتوا اللي تقولوا بس. طب ما كفاية كده يا دكتور. يعني ما انا قلت لكم ممكن تاخدوا ماده علميه حلوه وامتحان جميل جدا يعني، مش معقد، وتصحيح في منتهى الجمال افضل يعني. انا يعني حضرتك هتحدد لنا اجزاء في الاخر؟ لا مش حد اجزاء في الاخر. طب حضرتك هتدينا اسئله امتحانات؟ احنا مش معانا اسئله امتحانات. هتلاقي في سلاح التلميذ. سلاح ايه؟ سلاح التلميذ. دي هتلاقي موجوده في سلاح التلميذ، موجوده ورا بعدها على طول ان شاء الله. فاحنا دلوقتي مش هنرجع للحاجات دي، هنذاكر حاجتنا ان شاء الله. وانا بوعدكم ان انا بساعدكم بقدر الامكان، مش يعني ذاكروا بهدوء وبراحه بال، ما فيش اي مشكله خالص. انا اساعدكم في الجزء بتاعك جدا جدا. طب اذا شايفين ان يعني انتوا خدتوا بقى الجزء ده. طب احنا خدنا حاجه عشان الكيميكال رياكشنز اللي هي كاركترستيك للليزرز. ايه رايكم؟ طب ممكن حد فيكم ان شاء الله يبعت لي العناوين الموضوعات اللي خدناها؟ تمام يا دكتور. عشان بس في موضوع انا يمين اطمن عليه. ايه الموضوع ده؟ ان الليزر احيانا لا تعوض في تحضيرات معينه. فهل احنا خدنا مثلا في بعض الامثله خدناها يعني، مثلا الفاينايل كلورايد خدنا تحضيره من اللي هو ال 1 2 داي كلورو ايثيلين، خدنا حاجه زي كده؟ لا. طيب فعشان كده انا عاوز حد بس يبعت لي دي، عشان انا بعتبر دي محاضره في غايه الاهميه، عشان هي بتعمل هايلايت لان الحالات اللي لا يمكن الاستغناء عنها عن الليزر. يعني انا عاوز استخدم الليزر وفقط، ما ينفعش سورس تاني استخدمه في هذا الموضوع ده، عشان ده ستريسنج الامبورتنس بتاع الكورس. فحد يبعت لي بس الحاجه دي، اذا كانتش خدت المحاضره دي انا اديها لكم ان شاء الله ونخلص كده. ماشي كده؟ طيب فالمنتظر بقى الكلام ده، بس تعملوها كيرفولي يعني، تدوني الحاجات اللي انت خدتها كيرفولي عشان ايه؟ ما نقعش في مشاكل. تمام يا دكتور بإذن الله. أنا هنخلص منها إذا كنت كتبتها.
ما كنتوش خدتوها بقى هنتكلم فيها ان شاء الله، وبقى لي خليها اخر المحاضره مش مشكله خالص يعني. احنا عون خدنا جزء كويس الحمد لله. ماشي حبايبي، كل سنه وانت طيب. شكرا يا دكتور حضرتك طيب. زين حاجه معينه؟ لا شكرا يا دكتور. طب ماشي حبايبي.